أحيات الله، مش تطايبان ولا عم بس إنه النوم صاير عم بعمله هيك ذريعة، إنه بنام بخفف حكي، بخفف أغلاط، بخفف خناق، بخفف تاتش مع العالم. لأنه بس مش حسيت كتير صح على فكرة. لا بس حسيت إيه هيبتي بالأرض، لأنه يعني صار كم موقف بهذا الأسبوع على هذا هيك يعني نوب. أنا ما بحط حالي فيه جد، هذا الأسبوع معنوياتي بالأرض. أنا كانت زلمة، أنا صرت أكتشف إنه بس هون ستار أكاديمي كتير صعب، يوم عن يوم يوم عن يوم. مش هم والله صعب ليش يا زلمة، سهلها بتسهل صعبة بس. لا لا صعب، شو مش صعب والله صعب ليش، بس الواحد يدير باله على حاله وعلى صوته بس. صعب ما مو صعوبة الغناء، مو انت عم تحكي ما صعب انه الواحد بيقدر يشد، صعب اي شيء، وصعب انه تضل انت 24 ساعة بدك تضل لفترة معينة لا بتعرف انت امتى، ما بنقول 4 اشهر ولا بنقول اسبوع، ما بتعرف انت هي الفترة بدك تضل قاعد فيها، بيناتهم بدك تضل قاعد فيها، بدك تضل تحافظ على احسن صورة لإلك. بالضبط، بس ما تنسى حالك انه لازم تنبسط كمان، يعني هاي الايام ما بتنعاد، لانه حياة الله ما بتنعاد. يعني في كم موقف بصير قدامك ما بتكون لك دخل فيهم بداية، ما بعرف مدى المزح مع اي انسان لوين، مع انه انا كنت بتعرف يعني انت شايف انه كله مزح وحياة الرب يعني والله. انت بتعرف مين اللي بمزح معه انا؟ اللي بمزح معه كثير بتزانخ عليه، اكثر حدا بتزانخ عليه، بتزانخ يعني انا بحس حالي زنخ بدق الدم عليه. رحمه بتستحملني لدرجه كيف فظيعه، رحمه الكل كثير بتستحملني هي يعني هي ما عندها اتيتيود، ما عامله اتيتيود، في عالم عاملين اتيتيود يعني هاي يعني هي اكثر حدا بتصور انه انا يعني حتى انت انا مش دم مش بمزحش معك كثير. لا انا اكثر واحد بتقبل مزح على فكره، انا ضمن عشان شيء، انا مش ضمن اطار المزح، مش عشان شيء ضمن اطار المزح يعني اذا بتزت علي سطل دهان طبعا بحكي عم بمزح معك عم بمزح بس ما بلا بجد ولا مره ولا أنا ولا يعني ولا. فتحت علي مي بارده مثلا وضل راسي جاني بعدها 3 ساعات رشيت على هذا ورشيت على هذا ما بزعل هذه ما بزعل انا ما بزعل. الفنان الجامايكي غاري باين يلي كان ضيفنا بالبرايم التالت عمل زيارة للأكاديمية، وشو ما عمل بهالزيارة، غنى، عزف، دخل على غرفة الاتصالات، دردش مع الطلاب، عمل استعراض بالكرة، لعب شوية باسكت، وما كان إله قلب يفل. راجا واتس اب السلام عليكم راستافاري مراد غاري نايس تو ميت يو هاو يو دوينج I'm Gary. Thank you. I just saw you on stage. Oh, yeah, I know this guy. What's up? How are you doing, man? I was watching y'all on TV. Who was playing the keyboard and singing? You. What's your name? Ramadan. Ramadan. How you doing? Hey, how you doing? Give me a hug. What's up? This is nice, man. Y'all living in luxury. Look at the place. Wow, this is cool. It's a little too dirty right now. It is a little too dirty right now. Well, clean it up. Clean it up. Music is powerful, really powerful. Because I couldn't see myself doing a 9-to-5 job. Like going to work every day. Huh? It's a big hit worldwide. Yeah, man. All kind of people calling me. I toured for like 2 years straight. You know, just moving back and forth. I got awards. So it's really fulfilling when you get the award, you know? When you get the award. Because when me and Bob Sinclair was in Belgium or one of them places, big award show, MTV, you know. I never been in a big award show. Like, oh, that's me. No, but the cool thing about like, you know, the lyrics that you put together is like the how complex the meanings are, but like how simple they come forth. Yeah, that's like why they love the song. Like love generation. Yeah. It comes off simple, but like the meanings behind yeah, it. Yeah. Like, yeah. Because because I didn't grow up as a rich kid, you know, no rich kid thing. You know, me and my mom used to sleep on the same bed, you know, but as I grew, I kind of moved out and started to find my own, you know, so I stick with the musicians and with just everything, you know, so music ain't easy, man, but when you finally get it, or when you finally get something out of it, whew,
You know? It makes shivers run to you. You feel it. All right, guys, I gotta go eat dinner, okay? I gotta go eat dinner. Baden means later. We really have to hear that song from you. All right, come on, let's go inside. Yeah, let's go downstairs. Before I get too cold. Yalla, shabab, bada ghanilna wa yroh yitasha. Woo! Yeah, it's a great experience, man. It's beautiful chilling with you guys. بلبنان بيقولوا للضيف القريب من القلب من عادي، يعني أهلا وسهلا فيك مرة تانية.